بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وهذه حلقة جديدة تأتيكم من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي يعني نتعرف فيه ونتطرق للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين مستفيدين ومستمتعين معنا. بتكلم اليوم شوية عن بعض أحوال الطقس اللي تأثر على صحتنا، سواء كان بس الصيف أو الشتاء، لكن خلنا نركز على فصل الصيف، لأنه يعني إحنا ما شاء الله صيفنا حار جدا، وهناك بعض الأيام التي تأتي بموضوع الغبار. فبتكلم شوية عن موضوع الغبار من ناحية الصحية. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الحكمة في تصريف الأمور، ونقول الحمد لله على كل حال. ولازلت أذكر يعني يدتي لما تكون أيام الغبار قام تقول الحمد لله الحمد لله يا رب. بعض الناس عندهم زلازل وفيضانات، واحنا بس يحوشنا شويه غبار، شويه نتضايق وانتهى الموضوع. فالحمد لله على جميع نعمه والحمد لله على حفظه. لكن الغبار صراحه من الناحيه الصحيه يؤثر علينا بشكل كبير جدا. هذا الهواء اللي ياتينا محمل هو بس بالاتربه، بالجسيمات الدقيقه، بعض الحشرات، حبوب اللقاح، له تاثير طبعا على صحتنا. ويمكن أكثر الناس اللي يضايقون من موضوع الغبار هو الناس اللي عندهم حساسيات، خاصة حساسيات الجهاز يعني العين أو الأنف أو الجيوب الأنفية وحتى الرئة اللي فيهم رمو. فيمكن أول وأهم قاعدة عندما نقول موضوع الغبار هو أنك إذا تقدر لا تطلع، يعني إذا أنت بالبيت تسكر النوافذ جيدا. طبعا إذا عندك شتر يعني أغلق كل شيء والأبواب جيدة، ولا تطلع إذا ماكو حاجة، لا تطلع إلى أن تنتهي الغبار، لأن من ما تطلع سيحدث تهيج كبير لموضوع الحساسيات. لكن طبعا إذا أنت عندك حاجة ضرورية، هذا عندك عمل، عندك مشوار ضروري، يعني ماكو مشكلة فيه، لكن يعني اتخذ إجراءاتك. تذكرون كمامات الكورونا؟ إذا عندكم منها، وأنا أنصح إن بالبيت تخلون منها، لبسوا هذه الكمامات، لبسوا النظارة الشمسية، احموا عينكم، وكثر ما تقدروا قللوا يعني التعرض للغبار. هذه من أهم القواعد الصحية. القاعدة الثانية في موضوع الغبار، وخاصة حق مرضى الربو، وخاصة حق الأطفال، إذا رايحين شاليه، رايحين ياخور، أيا كان، هذه يعني نصيحة ذهبية للأمهات، لازم معاكم موسع الشعب الهوائي، إما عن طريق هذا البخاخ الصغير اللي يكون، أو عن طريق الجهاز. ليش؟ إن أحيانا أزمة الربو لما تأتي تكون سريعة جدا، تتضيق الشعب الهوائية ويصير فيه اختناق، وأحيانا لا سمح الله يكون المستوصف أو المركز الطبي بعيد، وأحيانا مسكر، فما تضمن الظروف، فممكن أن يعني يحوش الطفل أو أي شخص حالة اختناق خطيرة جدا. فالوقاية خير من العلاج. وحزت أزمة الربو، هذا البخاخ الصغير موسع الشعب الهوائية يسوى وزنه ذهب. فلا سمح الله في غبار أو غير غبار، عندك طفل في ربو أو يعني أزمات الحساسية، دائما احرص أن معاك البخاخ احتياط، معاك بالجنط، حتى والطفل ما في شيء، لأن أزمة الحساسية أو الربو ممكن أن تأتي بشكل سريع جدا، ويصير في إغلاق للشعب التنفسية. ويا جماعة لا تستهينون بالربو. الربو يعني أنت ممكن تظن أنه مرضي وروح عادي، لكن سنويا يكون هناك وفيات من موضوع الربو، فانتبهوا على يعني نفسكم وانتبهوا على عيالكم، فهذا موضوع مهم جدا. شيء ثاني عندما يتعلق الموضوع في صحة الغبار، خاصة عندهم حساسيات بالجيوب وما شابه الغبار، يعني ترى هي في أشياء ما تشوفها أصلا بالغبار، فتدخل إلى موضوع الجيوب. فموضوع أنك تحمي نفسك بالكمام، واللي عنده حساسية عينية، ترى النظارات الشمسية هي مو بس حق الشمس، أيضا هي للحماية. فحتى يوم الغبار إذا عندك حساسية بالعيون، خليك النظارة الشمسية إذا تطالع، حتى إذا ما في شمس، لأن هذه جزيئات الغبار راح تدخل إلى العين. خلنا ناخذ فاصل قصير ورد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحديث متواصل حول يعني صحتنا في بعض أحوال الطقس، وتكلمنا عن موضوع الغبار، وأنك أهم شيء أنك تحمي نفسك منه، تقلل الخروج، واللي عنده ربو أو جيوب يتخذ الإجراءات يعني المناسبة في موضوع الغبار. أيضا إذا تكلمنا عن الغبار، لازم نتكلم على واقي الشمس في الغبار. هل تحط السن بلوك بالغبار أو لا؟ يمكن راح تنصدم،
ان تقول ليش دكتور نحط غبار ماكو شمس، هو ماكو شمس، هو ماكو الاشعه المرئيه او الضوء المرئي، لكن لا زالت الاشعه فوق البنفسجيه او الترا فايلوت هذه موجوده وترشح من خلال الغبار وحتى الغيوم. حتى اليوم اللي في مطر وغيوم لازم تحط واقي الشمس، لان هذه الاشعه فوق البنفسجيه يعني ترشح وتكون موجوده، وبالتالي قد تؤدي الى مشاكل البشره، تؤدي الى ظهور التجاعيد او التصبغات، وحتى الناس اللي عندهم بعض الحالات الجلديه الحساسه وايد من الشمس اشهرها الروزيشي او الورديه، هؤلاء الناس يحطون واقي الشمس او سان سكرين سواء في اليوم المشمس او اليوم المغبر او اليوم حتى اللي يكون غائم يعني او يكون في مطر، لان اشعه فوق البنفسجيه موجوده في جميع الاوقات. ايضا قبل لا انتهي من موضوع الغبار، احيانا يدش غبار عند يعني بعينك صح، يمكن اول شيء يسوونه الناس انه يفرك عيوننا، وهذه من اكثر الاخطاء اللي نشوفها او من اسباب خدش القرنيه اللي نشوفها وقت الغبار. عندما يدخل الغبار او الاتربه في عينك، طبعا اذا 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 حكيت ايش راح تصير، راح تجيب هذه حبيبه الغبار ايا كان وراح تفركها على قرنيه العين، فراح تسبب خدش بسيط او خدش كبير، وهذا الخدش طبعا ممكن ان لاحقا يتحول الى التهاب، وهذه يعني من اكثر اسباب خدوش القرنيه هي هذه الحكه اللي نسويها عندما يعني يدخل غبار او اتربه في جسمنا. اي احد فيه غبار او يدش فيه بعينه تراب لا تحك، لا تفرق، خاصه حق الاطفال امسك هذه الرغبه وانما روح الى الحنفيه او ماء جاري، افتح عينك وغسل يعني وجهك او عينك باستمرار بكميه مناسبه للماء، وهذا الغسيل او التنظيف راح يعني يزيل هذه الاتربه عشان لا تخدش موضوع العين. ايضا يعني ما ينتهي الموضوع بالغبار الا ان يعني نذكر الى انه بالغبار ما نفضل احد يمارس الرياضه خارجا، يعني اشوف بعض الشباب يمشون بالغبار، بعض الكبار على بون ان الحراره تنزل بالغبار يروح يمشي، لا، هذا الجو ضار جدا للصحه، تحب المشي تحب شيء سوى يعني في المكان الداخلي، يروح يمشي بالمجمع او ايا كان. ايضا قبل ان ننتهي من الحلقه موضوع الرطوبه، الجو لما يكون وايد وايد رطب هذا ممكن ان يثير حساسيات الربو عند بعض الاطفال، فنفس النصائح اللي قلناها بالغبار نقولها في موضوع الرطوبه. الجو وايد مرطب، طبعا ايام تينا بالسنه الرطوبه تكون عاليه فوق 95، هذه اذا فيك ربو او طفل فيه ربو كثر ما تقدر لا تطلع بالخارج، واذا طلعت خل البخاخ او خل موسع الشعب الهوائيه معك. ايضا الناس اللي يحبون يمشون بالخارج مو وقت مناسب ابدا في وقت الرطوبه العاليه، ممكن تضايق وايد او تسبب لك مشاكل صحيه. وايضا اللي يلعبون كره، لعب الكره في الجو الرطب جدا 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 ما يكون مناسب، ما يكون ملائم، اجلوا اللعب او يعني روحوا شوفوا لكم صاله مكيفه. فهذا موضوع الرطوبه ايضا هو موضوع مثير عند بعض الناس، يكون الرطوبه هي مثيره الحساسيه او مثيره ازمه الربو عندهم، ممكن تسبب نفس ما قلنا باختناقات ومشاكل صحيه. طبعا الغبار والرطوبه هي من اشهر يعني الحالات الطقس اللي تحوشنا بالكويت، ننتبه خاصه في موضوع الغبار وحمايه نفسنا وحمايه اطفالنا، واخذ الاحتياطات اللازمه من البخاخ موسع الشعب الهوائيه الى نظارات الشمسيه الى واقي الشمس، ودائما يعني يقوم باغلاق النوافذ او الشترات عندك بصوره كافيه حتى تحمي عينك من هذه الاشياء. ودائما نقول صارت مشكله صحيه سواء من غبار او ايا كان، روح الى الطبيب ولا تؤجل العوده الى يعني او لا تؤجل الزياره الى الطبيب. اتمنى حلقه اليوم عن احوال الطقس عندنا، واذكركم بقول يدتي حق اللي ضايقوه من الغبار، الحمد لله الله منعم علينا بديرتنا ما عندنا فيضانات ولا زلازل، شوية غبار نستحملهم ونعرف شلون نتعامل معهم. نشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية، ومع السلامة.